نصيحتان من حلف شمال الأطلسي إلى الدول الأعضاء فيه إثر تفشي فيروس كورونا: إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتجنب الاعتماد على الدول الأجنبية. في مطلق الأحوال، اعتراف من الناتو أن القدرات العسكرية تلعب دورا مهما لمساعدة الجهود البدنية. فأي دور للأطلسي في مواجهة كورونا؟ وهل تدخل المخازن الطبية ضمن استراتيجيته المستقبلية؟ إذن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء الحلف مخصص للبحث في عواقب وباء كورونا، دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى أن تفكر في إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني، وطلبها بتجنب الاعتماد على الدول الأجنبية بشكل كبير في إمداداتها. ونبه ستولتنبرغ إلى ضرورة استخلاص العبر من هذه الأزمة والتحضير بشكل أفضل للأزمة المقبلة. الآن أرحب بضيفينا في هذا الجزء من غرفة الأخبار. معنا من بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، ومعنا من ولاية ماريلاند الأمريكية الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديروش. مرحبا بضيفي. أستاذ حسين، مساء الخير. حلف الناتو يبدو يعني وكأنه مشلول بين قوسين أو مكبل أو غير قادر على التعامل بشكل فاعل مع هذه الأزمة، لماذا برأيك؟ لأنه العدو بحسب تعبير حلف الناتو وبحسب تعبير الجيش الأمريكي وكذلك الرئيس الفرنسي هو عدو خفي، فبالتالي هو أشل القدرات على البوارج في المحيطات وكذلك في القواعد العسكرية، فيبدو بأنه التعامل معه حتى لم تكن بالقدرة المستطاعة، فيبدو لي بأنه هو هجوم مباغت قد يرقى إلى هجوم بيولوجي أو جرثومي. لم تتوفر الأسلحة الفتاكة الدفاعية حقيقة لهذا الوباء، فيبدو لي هناك شلل كامل في الأجهزة العسكرية الغربية فيما يتعلق بوباء كورونا. ولكن الوسائل والأدوات الدفاعية في هذه الحالة ليست بالضرورة مدافع وصواريخ أستاذ حسين، يعني هذه المؤسسات العسكرية تملك الكثير من القدرات اللوجستية التي يمكنها أن تلعب ربما الدور الأساسي في مواجهة هذا الوباء. نتحدث عن نقل مستشفيات ميدانية، نتحدث عن نقل معدات، نقل كوادر يعني من مكان إلى آخر. فقط المؤسسات العسكرية هي من يملك مثل هذه القدرات، وبالتالي البعض يتساءل لماذا لا نجد هذه المؤسسات تلعب الدور الأبرز في مواجهة ومكافحة هذا الوباء؟ أعتقد بأنه أولا ينقسم الموضوع إلى قسمين. القسم الأول هو يتعلق بميزانية الحلف وكذلك بالقدرات المالية البحثية للحلف. فبالتالي الحلف هو يعني أنشئ على أساس دفاعي وليس على أساس هجومي، وهذه يعني أحد معايير ومبدأ من مبادئ حلف شمال الأطلسي. فبالتالي يبدو لي بأنه الحلف لم يكن جاهزا فيما يتعلق بالأسلحة الجرثومية والأسلحة البيولوجية وحتى الوباء يعني. حتى رأينا في قضية الدفاعات أو سايبر سيكوريتي أو الهجمات الإلكترونية، حلف الناتو أسس بطريقة تدريجية فرق خاصة للهجوم الإلكتروني والدفاع الإلكتروني، لكن هذا الهجوم هو هجوم مباغت وهجوم خفي بحيث لم تكن هناك معاهد بيولوجية. يبدو للآن من خلال هذه الثغرة أستاذ مهند، أعتقد الحلف يفكر مليا وبشكل دقيق جدا أن ينشئ مجموعة من البحوث لإنتاج لقاحات قد تكون هي مستهدفة يعني للتجمعات الغربية، خصوصا التجمعات التي ينشأ فيها أو لديه فيها قواعد عسكرية. يعني حتى لو كان هناك تفكير من هذا النوع، البعض قد يقول إنه هذه خطوة سابقة أو يعني متأخرة إلى حد كبير، لأنه الوباء يجتاح العالم بشكل أسرع ربما من هذه الخطوات. سيد ديروش، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما رأيك، هل هناك إخفاق؟ هل كان بإمكان الناتو بالفعل أن يقوم بدور أكثر فاعلية لمساعدة المؤسسات المدنية بين قوسين على مكافحة هذا الوباء؟ من المهم الاعتراف أن الناتو يتخذ القرارات بالموافقة، وهناك بعض دول الأعضاء التي أصرت لسنين الفصل بين القدرات المدنية وهي محافظة على القدرات في أوروبا والقدرات العسكرية وهي محافظة على مصالح الناتو. لقد فشلت الناتو إذ لم تتمكن من تأدية هذا الدور، ولكن هناك الكثير من آليات الناتو مثل
برامج الحصول على القدرات بالإضافة إلى مركز الكوارث الطبيعية التي ساعد فيه الناتو. فلقد تمكنت الناتو من مساعدة الاتحاد الأوروبي، تمكن أيضا الناتو من الحصول على بعض المعدات الطبية والتي تم إرسالها إلى دول تضررت كثيرا، وتم نقل مثلا أجهزة نفس الصناعية من الدنمارك إلى إيطاليا، وتم أيضا نقل المعدات من تركيا إلى دول البلقان وإلى الولايات المتحدة. إذا دول الناتو التي لا تملك أي نقل جوي قد استخدمت طائرات ناتو لنقل بعض هذه المعدات. إذا دور ناتو هو دور للمساعدة والثانوي، وكما قلت فيما يتعلق بنقل هذه المعدات. أستاذ حسين، يعني هل الوقت فات؟ يعني أنا قبل قليل أشرت إلى هذه المسألة، هل الوقت فات على الناتو ليتدخل ويكون هناك تدخل فاعل من قبله للمساعدة في مكافحة هذا الوباء، أم أنه ما زال هناك يعني الكثير من الأماكن والثغرات التي يمكن لهذا الحلف أن يلعب فيها دورا ما، لي على الأقل تجنب فداحة إضافية في هذا التفشي؟ هو بالحقيقة يعني الوقت فات، ولكن في نفس الوقت نحن ندخل في صراع الهوية هنا في أوروبا في ظل انتشار أزمة كورونا. يبدو لي بأنه الأمر المتعلق في هذا الوباء هو وضع حالة من الانطوائية أو الانعزالية الدول على بعضها، بمعنى أنه الجيوش الوطنية، الجيش الهولندي، الجيش البلجيكي، الجيش الفرنسي، هو من قام بمساعدة وتقديم المساعدات اللوجستية ببناء مستشفيات متنقلة، بمساعدة نقل المرضى من مستشفيات من مدن مكتظة بالمرضى إلى مستشفيات أخرى عبر الهليكوبتر. يبدو لي بأن هذه المهمة هي مهمة الجيوش الوطنية، تسمى بالجيوش الوطنية، لكن الحلف لم يطلب منه حقيقة تدخل بشكل مباشر، ما عدا أنه هو نسب هذا الفضل إلى نفسه، بالتالي يقول بأنه مجموعة من الأعضاء قدموا مجموعة من الجهود إلى إسبانيا وإيطاليا، لكن بالحقيقة الكل يريد أن يسجل نقطة يعني حيال الآخر، على الرغم من الخلافات في داخل حلف الناتو فيما يتعلق في تركيا على سبيل المثال، والتي هي شريك مزعج في الحلف، قدمت مساعدات إلى إيطاليا وإلى إسبانيا، لكن هذه مساعدات يعني تأتي في إطار مساعدات لها حسابات سياسية، ليس لها حسابات وطنية إنسانية في نفس الوقت. فيبدو لي الآن الحديث يدور حول إمكانية حلف والاشتراك في هذه الأزمة، أعتقد أنه هو بعيد، ولا أعتقد يستطيع أن يقدم، لأنه الجيوش الوطنية لديها القدرة على تقديم الدعم اللوجستي. سيد ديروش، يعني بعيدا عن الناتو، ولو يعني بقينا كما يقول الأستاذ حسين في النطاق الوطني، المؤسسات العسكرية على المستوى الوطني، ما الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه أن تقوم به؟ يعني البعض يقول هناك الكثير بإمكانها أن تقوم به، شهدنا بعض الأمثلة في الولايات المتحدة على سبيل المثال، كان هناك نشر لسفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تحملان مستشفيين إلى مدينة نيويورك وآخر إلى مدينة لوس أنجلوس. البعض يتحدث أكثر من ذلك، يجب أن يكون هناك قيادة عسكرية تقود هذا الجهد في مكافحة هذا الوباء، ما رأيك في هذه المسألة؟ تملك كل الدول إجراءات مختلفة لتقديم الدعم العسكري للمؤسسات المدنية. مثلا في الولايات المتحدة أحيانا نستعين بالجيش لمساعدتنا في القضاء على الحرائق، وأحيانا هناك استجابة للجيش لعدة مسائل، ولكن علينا أن نقبل أنه في حالات الطارئة نفضل أن يكون هناك استجابة مدنية، ويجب أن يكون هناك قيادة عسكرية للمساعدة كما تفعل الناتو. عادة يمكن لهذه المساعدات أن تساعد من حيث اللوجستية ونقل المعدات، مثلا في أي حالة طارئة المعدات التي نحن بحاجة إليها يجب أن تنقل من مكان إلى آخر، وهنا يتدخل الجيش. مثلا في أوروبا نعرف أن هناك الكثير من الدول التي نظرت إلى مشاكلها وإلى جيشها وقالت سنستخدم هذه الجيوش داخل
داخل الاستجابة داخلية، أو ربما سنؤدي دورا ضمن الاتحاد الأوروبي، وهذا ما فضلته بعض الدول الأوروبية، ولكن هناك بعض الاستثناءات مثل تشيكيا. وأنا لا أعتقد أن هناك مصادفة أن تركيا مثلا كانت لها استجابة قوية لأنها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي. إذن هذه هي القضايا التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي، وهذه الحدود المفتوحة التي تشجعها أو الذي يشجعها الاتحاد الأوروبي، ولكن تم تخفيف هذا الجدال في وجه هذه الأزمة، ويبدو أن اليوم مركزون على الجيوش. أستاذ حسين، في الوقت المتبقي، مسألة التمويل مسألة أساسية في كل هذا الحديث. يعني الآن الدول الأعضاء في الحلف تعهدت بتقديم 2% من ناتجها الإجمالي للنفقات الدفاعية. الآن مع كل هذه الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19، هل يمكن أن نرى تراجع في هذه التعهدات وربما عدم قدرة بعض الدول على الوفاء بها؟ أعتقد سنشهد تراجع. هو أصلا كان في هناك تنسيق أو حالة من الإرباك فيما يتعلق بالإنفاق في حلف الناتو، وعلى غرار هذه النسبة أنشأت فكرة فرنسية فيما يتعلق بالجيش الأوروبي الذي من المفترض أن يكتمل في عام 2025، وبالتالي الأوروبيون يقولون أو الأوروبيين يقولون هنا في داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون هناك جيش أوروبي موازي لحلف الناتو، ويجب أن يكون هناك إنفاق أوروبي وليس إنفاقا أوروبيا أطلسيا. فأعتقد الآن في ظل الأزمة الحالية أو ما يسمى بالركود العميق، لا أعتقد أوروبا قادر على الإيفاء أيضا بالتزاماتها. يعني هو ليس تراجع، أنا أعتقد تماما بأنه الأزمة التي سنشهدها ربما ستكون عميقة جدا، وأعتقد ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي. سيد دروش، ما رأيك مسألة التمويل مع كل هذه الضغوط وهذه التوقعات بهذا الكساد أو الإغلاق الكبير كما سماه صندوق النقد الدولي، هل نتوقع أيضا تراجع في هذه الالتزامات من قبل أعضاء الناتو؟ هناك أمران مهمان. الأول مثلا لحالات الاستثنائية، مثلا النقل الجوي، عادة قاعدة الناتو هي أن على الدول دفع هذه الفواتير، ولكن نعرف أن تعهد الدول بدفع 2% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن نعرف أن الركود الحالي قد يمنع دول من تسديد ذلك، ويجب أن يغيروا ميزانياتهم. وعلى الرغم من أن التمويل قد يبقى مثل ما هو منصوص عليه في الميزانية، ولكن سنرى لاحقا أن هناك فرصة أكبر للتوصل إلى 2% من دون زيادة الإنفاق. إذن أعتقد أن سيكون هناك بعض الآليات التي ستختلف، سيكون هناك دول ستتمكن من تحقيق هذه أو المساهمة، بل فقط لأن قد تغير اقتصادها. ديفيد ديروش، الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من ولاية ماريلاند الأمريكية. شكرا لك، وأشكر ضيفنا من بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي حسين الوائي. شكرا لكم. موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار. إلى اللقاء.